السؤال هو البرودوي شحال نعطي ليه هاد الوقت ديال التيست باش نحكم عليه واش خدام ولا لا. سامعش هذا هو السؤال اللي غادي نبداو به ان شاء الله تعالى. المهم انا غادي نديزاكتيفي لي كومونتير باش ان شاء الله تعالى نبقى نجاوب على خاطر حيت ملي كنشوف لي كومونتير تيجي شي سؤال ولا شي حاجه ما تيخلينيش نركز. دونك انا غنحيد لي كومونتير باش نكمل. سامعش قال لك السيدي السؤال الاول شحال ديال برودوي شحال نعطي ليه هاد الوقت ديال التيست باش نحكم عليه واش خدام ولا لا. انا نقول لكم استراتيجي ديالي باش كنتيستي ان برودوي واش خدام ولا لا. صراحه شفت بزاف ديال الدراري تيجاوبوا على هاد الميساج هذا ولكن حتى شي واحد ما كيبرد ليا الكلام. ما عرفتش واش هاد استراتيجي اللي كندير انا المهم ما عرفتش ولكن موضوع طويل على الكيستيون اللي كيتجاوبوا في انستغرام وكذا. بالنسبه لي انا كندير 20 دولار لمده 5 ايام يعني كل شاك برودوي سنتيستي ب 100 دولار. كاين برودوي اللي ما كنوصلش فيه 100 دولار ولكن البرودوي اللي كتغنكمل فيه ضروري يكمل هذيك 100 دولار ديال التيست 5 جوغ. علاش؟ بحكم التجربه ديالي كاين شي برودوي اللي كتخدم به. المهم هادشي دخلت في الالغوريثم ديال الفيسبوك كيفاش كيبدا يخدم كيفاش كيقسم الناس وكيفاش كيدير لا فاز ليرنين ديالو تتا وما غاديش ندخلوا فيه دابا الله يفخر ان شاء الله تعالى. فهمت باش نجي في وسط الصوره. علاش كندير كما قلت 20 دولار مده 5 ايام؟ كاين دي فوا دي برودوي اللي كتجيبهم النهار الاول مثلا تدير 20 دولار حاسب ليه مثلا انا الكوست بير بيرتشيز الكوست بير بيرتشيز ماشي بير ديليفري خاصو مثلا المينيموم يجي نديرو 5 دولار باش تبقى لينا غير 4 ديال لي كوموند باش ما نفرقوش الحساب نوطروش الحساب. كندير ليه انه مثلا خاصو يجي ب 5 دولار اما قريب للتعادل ونخلي ليا ربح شويه حيت البرودوي الا بان لك فيه غير شويه الضو ممكن انك تزيد شي حاجه تنقص شي حاجه اوبتيميزي هنا ايتترا وتزيد فيه ما عليناش. ممكن انه اولا بجوج اونس يعني 8 ديال لي كوموند جوج دولار اونس يعني 8 ديال لي كوموند الا جابهم لي داك البرودوي دونك راه مزيان. كاين البرودوي اللي نهار الاول غادي يجيك بجوج اونس نهار الثاني بجوج اونس نهار الثالث غيطلع فيه الكوست يوصل لسبعة او لثمانية. علاش هادشي عنده علاقه بالالغوريثم ديال فيسبوك؟ باختصار الالغوريثم ديال فيسبوك كيجيب لك اقل تكلفه ممكنه الا خدمتي بالاوتوماتيك بيد لوست كوست راه مكتوبه لوست كوست مجبده. ممكن تكون اقل تكلفه ممكنه عندك هي 2 دولار ونص التكلفه اللي من فوقها نيشان هي 10 دولار ممكن. وكاين حالات بزاف وقع فيهم هذا البلان هذا وناتج لان الاودينس ديالك قليل وتجمع في واحد الفئه لقى الالغوريثم ديال فيسبوك هو الاول وصل لك الامانه كيدوز لواحد ترونش اخر ديال بنادم هذاك ترونش موعر بزاف غادي يبقى لك كوست ب 10 دولار. هي اول حاجه. ثاني حاجه كاين برودوي اللي كيكون بحال تيكري واحد لو بوزوان ولا بحال تيحمس الناس تيتحمسوا الناس باش انهم يشريوه ولكن ما كيتوصلوش به ما كيجيش الدوز كيكون لو طاد لي فريزون ديالو طايح فما نقدرش انا من النهار الاول او الثاني يلا النهار الاول شديت لي كوموند النهار الثاني ناخذ ستوك ونبدا نصيفط للناس وغياخذ 24 ساعه المينيموم يعني 72 ساعه باش يلا يوصلوا لي كوموند باش نقدر نحكم عليه ونقول انا سافر البرودوي مزيان. دونك كندير 5 ايام هذيك 5 ايام باش يدوز البرودوي من ستركتور كامل يجيو ليدز ماشي لي كوموند ليدز يتكونفيرما نشوفو الكونفيرميش والله شوفو شحال تيتكونفيرما ملي نشوفو شحال تيتكونفيرما غادي نشوفو شحال تيتليفرا ولا باس انه ملي تليفرا تشوف الفيدباك ديال الناس الفيدباك ديال الناس كيلعب دور واخا تكون ما كاينش برانديش ممكن هذوك الناس غادي ياخذوا انت بعتي لواحد وصلات واحد 100 كوموند الاولى مثلا هذوك 100 واحد حتى شي واحد فيهم ما ساتيس فيكون اكيد انه 70% منهم يعني هو 70 واحد تقريبا غادي يمشي يقلبوا على الاد ديالك اللي هو اصلا غيطلعوا لهم الالغوريثم ديال الفيسبوك مره اخرى وغادي يبداو يديروا لك لي كومونتير اللي هما خايبين انا خديتو تقاول باش انا كذا انا هذه انا هذه وغادي تولي انت واحد فوق واحد السطور. دونك انا بالنسبه ليا 20 دولار تندوز بها 5 ايام تتكون اي كوموند فيما كانت ليفرات ملي كنشوف انه
دونك ماشي غير لا ليفريزون بوحده ويدوز من ستركتور صافي. كنشوفوا واش بروفيتابل هاد القضيه. بزاف ديال الناس تيغلطوا فيها، تيقول لك برودوي، خصوصا الناس اللي ما كتعرفش تحسب عفوا، تيقول لك دير برودوي راه كيجيب لي 30 كوموند في النهار، تيجيب لي 20 كوموند في النهار. السؤال واش هذيك 30 20 كوموند في النهار واش غونطابل ولا لا، واش تربح منها ولا لا. انا تنعرف ناس اللي تيديروا 50 60 كوموند في النهار وفي الاخر ديال الشهر ما تلقى عنده والو في جيب، عنده مشكل في البرايسين، ما كيحسبش لي شارج ديكسبلواطاسيون مثلا، ما كيدخلهمش في البرودوي، لي شارج فيكس ما كيدخلهمش في البرودوي، كيحسب لي غير البرودوي باش غيبيع، كنقص منها غير فلوس البرودوي وفلوس الات وفلوس الكونفيرماسيون صافي، راه بخير. فينا هو الواي الا كان كاري، فينا هو المادة الوراق اللي كتبع بهم تصدغه، الروتور الى رجع، الكوست بير ديليفري ما كيحسبوش، وغالبيه الناس ما كيحسبوش الكوست بير ديليفري، والغالبيه ما عارفاش شنو هو الكوست بير ديليفري. خاصك تعرف واحد القضيه، الا كنتي خدام الاي كوميرس بالكاش اون ديليفري، راه هذا البرودوي هذا الى جاء الى انس باندي 10 دولار. هاد الكلمه ربما فيكم كاين اللي غتجي حامض حيت عاودت بزاف المرات، ولكن راه فريمون كيجيو هاد الكاستيون بزاف اللي حشومه يتسول. هاد البرودوي هذا انا طارق لي الاتس في المثال، داير لي هذيك 20 دولار رجعوا ليه، جاوني 10 ديال لي كوموند، هذوك 10 ديال لي كوموند تنقولوا انهم طاحوا ب 2 دولار، الكوست بير بيرتشيز ديالهم 10 دولار، يعني فيسبوك او اللي حنا نسميو الكوست بير ليد، يعني كل ليد جاتنا ب 2 دولار. هنا بنادم تيفرح لا ما تفرحش، ملي كيمشي ويتليفراو كيتليفراو غير 5، الا تليفراو 5 الكوست بير ديليفري راه هو 4 دولار، دونك راه هذيك كل وحده كتوصل ب 4 دولار. هذوك اللي ما تشيباوش راه ماشي ما تشيباوش غير هكاك وصافي، راه ممكن هزو معاهم واحد الباكيجين اللي حلو السيد خسر، خاصها تعاود ترجع ونديرو لا باكيجين جديد، وعندها البخي ديال الروتور ديال سوسيتي ديال ليفريزون، دونك غنمشي رجعات غير هكا. هادشي تا هو غدخلو في لي شارج، الا ما كنتيش كدخل هادشي غادي تبقى تضرب ضرب 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 وفي الاخر غطيح. عدد لي كوموند ما عمرو كان تيساوي لينا الارباع. اون باراليل ممكن انك تليفري غير 3 في النهار، وهادوك 3 في النهار يقدروا يخليوك 500 درهم ربح. حتى واحد الحاجه بغيت ننبه لها وعندها علاقه بالمايند سيت، ملي كيدخل بنادم الكاش اون ديليفري مثلا، ندوي على داكشي اللي كنفهم فيه، كيدخل بواحد الهاجس ديال الارقام، وهذاك الهاجس ديال الارقام غالبا ما كيتجسد في عدد لي كوموند. ملي كيدخل كيسمع هذا كيقول انا كندير 1000 في النهار، هذا 100 في النهار، انا 200 في النهار، باخذ 300 في النهار. عندي واحد السؤال، كنعرف دراري ودراري، انا بالنسبه لي هذاك كنسميه شديد، كدير 30 كوموند في النهار 40 كوموند في النهار، ملي تطريح معاه تيقول لك اودي راه الخدمه ما عرفت كيفاش، ما ميسره ما والو، كندير 30 40، وملي تريح معاه وتنحسب معاه ماشي بيدي بليزيكسيل ولا باش ما كانت تحسب معاه، كتلقاه رابح، وكتلقى كل مثلا حبه تخلي ليه واحد 70 درهم. حنا مثلا نقولك تخلي ليه 50 درهم، 50 درهم في 40 كوموند راه 2000 درهم، تما كندويو على 60000 درهم ارباح. هذاك هو كتبقى لي ربح في الاخر، يعني 60000 درهم ربح في الشهر، يعني في واحد ليفل راه ماشي مزيانه بزاف. و تيقول لك علاش عدوا واحد الرقم، ارقام تحطات في الويب، ما عرفتش شكون اللي حطها، ولكن صافي بنادم بقات كتمشي لي بدماغ، 100 كوموند 1000 كوموند 1 مليون، بنادم عنده 1 مليون وجهه، حاجه مزيانه، ولكن ديما كيحس براسو ما عرفت ما داير والو فاشل. الناس اللي حاطين 1 مليون كمثلا 1 مليون دولار كمحطه اولى مزيان الله يسخرك، ولكن ماشي ملي تكون قال من 1 مليون عرفتي ضربني البرد النون واللام بعدا راه مفرقعين ديال بصح. قبل ما دير 1 مليون دولار سمحولي، قبل ما دير المليون دولار الاولى ديالك تبقى تحس براسك فاشل، شحال من واحد يقدر يرجع من الطريق. دونك ملي تكون انت كدير واحد 10 ديال لي كوموند وكتخلي لك واحد 50 درهم مزيان، كدير 500 درهم في النهار، 15000 درهم في الشهر مزيان، مالها ماشي راجل اونس. دونك كمل غادي في الطريق الصحيح، ماشي معمرك كيف ما تيقولوا معمرك تقارن البدايه ديالك بموسم حصاد الاخرين. واحد يلاه جاي كينصرف
في البذر ديالو وكيشوف واحد بارك تيحصد و تيقارن راسو بيه و تيكتئب. لا شوف راسك انت ديما تحدى راسك انت البارح. الا درت انا اليوم 500 درهم رباح خاصني غدا نقول و البارح راه درت 500 و اليوم 500 انا ما تنزيدش لقدام. انت بالطبيعه هذا غير مجاز ما غاديش اليوم ما بين ليله ونهار غتبدل، ولكن نقارن راسي مثلا بالشهر اللي فات، نقارن راسي بالعام اللي فات، نحاول انا نتحدى نفسي، كندير واحد العدد ديال لي كوموند نزيد. وانا كنفضل انك ما تربطش، وهذا هو الصحيح كيبان ليا ديال العقليه الصحيحه، ما تربطش الارباح بعدد ديال لي كوموند. انا واحد الوقيته كانت واحد البرودوي كندير فيه 20 كوموند في النهار، هذيك 20 كوموند في النهار كانت تقريبا لا مبغيتش نكزاجيري نفس الارباح ديال 70 كوموند ديال دري اخر. الفرق هو انا خدام على الهاي تيكت وهو خدام على البرودوي ديال 300 درهم. انا كنبيع تقريبا باكثر من 1500 درهم، هو كيبيع ب 300 درهم. هو الناس اللي كنبيع لهم انا دو لوكس الروتور فيهم طايح بزاف، الناس اللي كيبيع لهم هويا الروتور طالع غير مقارنه بهم. ولا مارج بينيفيسير اللي عنده هو لا يمكن ان تقارن لا مارج بينيفيسير اللي عندي انا، دونك حاجه عاديه. فحاول انت ما تبقاش تربط راسك بهاد الاوهام عدد لي كوموند كذا. الا كنت انت غدير كوموند وحده في 10000 درهم رباح تقدر تبان لك ميمكنش، ولكن راه فريمون كاينين شي نيت دي نيت اللي غتقدر دير كوموند وحده في 10000 درهم رباح، ولكن غتقدر تبيع وحده في السيمانه جوج وعلى حساب انت شحال تدير ديال الادسيت ست. المهم فكرت تقدر تلقى، واخا تبان لك شي حاجه كبيره 10000 درهم في الكوموند، مي راه كاينين لي كوموند اللي ممكن دير فيهم بحال موكا. وحاجه اخرى بس تعرف ان عدد لي كوموند وهم، حاول تربح في البيعه ماشي في الكوموند. يعني ممكن انني انا حسيت من تيك سكول تفكر في عدد كتجيبو، ملي كتجيب واحد 100 كوموند كتحس براسك ساتيسفي، ما غتفكرش انك تربح في البيع اكثر. ممكن انت هذاك البرودوي اللي كتخرج منه 50 درهم في البيع ممكن بالابسل تربح فيه مثلا 150 درهم او 100 درهم. وكنت ديجا درت واحد لايف شرحت فيه كيفاش برودوي كنبيعوه بالنص ديال البخي باش كيبيعوه ناس اخرين، وفي الابسل كنصدقوا رابحين في البيعه 100 درهم في عوض انه لا بعنا باش كيبيعوا الناس غنربحوا في البيعه 70 درهم ولا اقل. دونك هذا موضوع اخر حاولوا مره نطرقوا بحال هادشي. دونك كنت ندير لو تيست ديالي وكانت شي سحابه عابره. كيف سير الحصول؟ الحمد لله عندي الكوم ديالي باش نتصل بالشيء باش نصوب بنتي باش نخبط لي خاص ندير لها كلها. واحد تيقول لك بغيت ندير البراند ديال بغيت نصاوب البراند ديالي، اشنو الخطوات اللي خاصني ندير والاماكن اللي نقدر نصنع المنتوج اللي بغيت؟ تحياتي. الله يحييك. الا بغيتي تصاوب البراند ديالك ما عرفتش واش زعما من الناحيه القانونيه ولا من ناحيه البراند كبراند كبرودويت سيتيرا. المهم مع سؤال واسع بزاف، بغيت ندير براند البروداكت ولا براند السيرفيس ولا شنو. المهم اون جينيرال غير خصك تخدم، بغيتي براند اللي غتمشي بها خصك تخدم قانوني. ملي كنقولوا قانوني خصك شركه تاخد سيرتيفيكا نيجاتيف لهذاك الاسم باش ما ياخذوش شي واحد من وراك، باش يتالي شي واحد خدا لك النيم دومين ديالك تقدر تاخذو ليه وتديكلاريها من بعد. من بعد كنت بالنسبه للبراندين كبراندين، اول حاجه خص يكون عندك المحتوى البصري. المحتوى البصري يكون عندك واحد الكونت انستغرام اللي فيه واحد يكونوا فيه لي بوست دو كاليتي، اللي كنقولوا لي بوست دو كاليتي يعني يكون واحد الكواليتي ديال الكونتوني ديال الكونتنت والكواليتي ديال الصوره كصوره في البيكسلز ديالها واش كيسميو داكشي، يعني تكون الكاليتي طالعه في هاد لي دو كوتي هادو ضروري. حسيت المهم الهوية البصرية ديالك اون جينيرال خصها تكون مزيانة، يكون عندك لوغو اللي تميزك اكسيتيرا. وضروري كبراند حاليا تخدم مع لي زانفلونسور، حيت لي زانفلونسور هما اللي كيعطيو لك كريديبيليتي لهاديك العلامة التجارية ديالك. حيت مثلا انا تنبيع نظارات ياك،
والاخر شي بان الظاهره الالغوريثم ديال فيسبوك ماذا مطلع الاكس بيرسون هاد الادس هذا ديال الظاهر الا هو عارفو انتريسي بي دونك غيطلع لي الادس ديالك وديالي انا على اكثر تقدير او على الراجح. فهاد السيد هذا شنو اللي غيخليه ما يشريش من عندي ويشري من عندك انت؟ كاين بزاف ديال الحوايج تكون عندك اللمسه ديالك ومن بينهم انك تكون عارفها لا كريديبيليتي وافضل ناس كيعطيوها هما لي زانفلونسور حيت تسماو دي زانفلونسور. من بعد ما كتخدم معاهم خاصك فيما بانوا لك البانرز حاط انت صبعك تما سواء ديسبلاي ديال جوجل سواء ديسبلاي في يوتيوب سواء فيسبوك في النيتيف ارت فيما ممكن ان بنادم يشوفك يشوفك. حتى كاين شي جهال دابا كيخرجوا كيقول لك انا خدام واحد سورس ترافيك المهم تيقول لك انه جوميه خدام بلا ما نقول شي واحد تيقول لك جوميه خدامه بواحد سورس ترافيك اللي مخدام لي حتى شي واحد في المغرب. شنو هو هاد السورس ترافيك؟ هو البوب اب ادز. البوب اب ادز بالنسبه اللي ما كيعرفوش هو البساله عرفتي الادز اللي كيكون ما مربيش هو البوب اب ادز. فين كيتشكاو منه الناس بزاف علاش انا عطيت المثال هذا من غير الجانب الشرعي علاش عطيت المثال باش بنادم يحس به ملي كتمشي كدير فيها راك واعر وما كتخلصش نتفليكس وكتمشي لاي جي بيست وكتكون كتفرج وكتعيط عليك الوالده ملي كتسالي البوطا شنو كدير انت؟ كدير بوز. ملي كدير بوز كيطلع لك واحد الادز هذاك داخل حتى هو في البوب اب ادز. هذا ما يمكنش تبيع به ما يمكنش لانه في الباد كواليتي وكيطلع الناس في واحد الوقيته اللي المهم زعما اليوزر اكسبيرينس ديالهم طحطحه. هذا كنديروا به البراند اورنس هذا كيعقلوا بين الناس عليه. ملي كيقول لك انا كنبيع بالبوب اب ادز راه اما كيبيع النفحه ولا كيبيع شي حاجه اللي زعما ديال دوك الناس اللي غيشريو من بوب اب ادز. هذا كينصبوا به الناس في السي بي اي كيطلعوه لهذاك الكواليتي ديال الناس يضغط هنا وسوف تربح رحله الى العمره وخمسة ايفون 11 برو ماكس مارشنو مفهوم. فهذا الكواليتي ما ماشي ديال البيع مفهوم. فهذا كنديرو بالبراند اورنس خاصنا ديما نبقى يشوفنا بنادم يبقى يشوفنا بنادم يبقى يشوفنا. علاش؟ باش تبقى انت لان انت كتلعب الونغ تيرم خاصك تكون توب اون مايند كيف ما قلت. فهذا دابا مثلا واحد المثال اللي كنعطيه للدراري ديال الكوتشينغ ولا ديال اللايف ترينينغ بزاف الا قلت لك ناخذ شي فاست فود شي ساندويتش ولا كذا وبغينا نشربو معاه مشروب غازي. دابا انت ملي كنقول لك مشروب غازي كتجي كوكا ولا بيبسي في دماغك وغالبا تجي كوكا هي الاولى سواء كنتي غتاخذهم سواء كنتي ما غتاخذهمش المهم مربوط عندك في الدماغ ديالك كوكا لان انفيستيت بزاف الفلوس وقيل اشهر علامه تجاريه كاينه في العالم هي كوكا. المهم يعني فيما كان شي بانر شي بلاصه فين تخشي صبعك تخشيها لي فيديو ديال يوتيوب ادس ايتترا هذا كندوي على كوتي ديال البراند كندوي على كوتي ديال البيع لي زانفلونسور مره الى كاع باش تبقى تعطي لك كريديبيليتي ملي تبغي تطلق ادس للبيع خذ هذوك لي فيديو مع لي زانفلونسور يزيدوا عليك شويه الفلوس وطلق الادس بالعجب ديالهم بالفيديو ديالهم. خصك تلعب على الكواليتي الا بغيتي ما غتلعبش على هامش ربح كبير وانما غتلعب على الكواليتي باش من بعد انت الهدف ديالك تولي ريفيرونس عند الناس وتولي يجيو عندك نيشان وديك الساعه تولي تربح في الكونتيتي وطبعا ما تبقاش تخلص الادس دونك هذيك الفلوس ديال الادس غادي تزاد لك في باش ما تبقاش تخلصوا بهذاك المفهوم ولكن ما بقاش تحسب عليك الادس في البيع ولكن الادس حيت كامل غتبقى تخلصوا بغيتي ولا كرهتي ما بقاتيش كتخلص الادس غادي تنسى الكواليتي حيت باش يبقاو يرجعوا عندك الناس والبري البري علاش البري مثلا هاد لي زالغوريثم اللي كاينين دابا في السوشيال ميديا راه كتبيع انت كيجي من وراك واحد كيطلع الادس ديالو انت عندك الكاليتي مزيانه وخدم كلشي مزيان واحد عنده الكاليتي عيانه مثلا ولا عنده نفس الكاليتي وتيبيع رخص منك الكليون كيشوف انك انت زدتي عليه فانت خصك تقرب لهذاك السيد ولا تبيع بحالو الا كان ما يمكنش هو عنده كاليتي عيانه هذيك الساعه غتبيع المهم باقل تكلفه ممكنه وحتى الا شرا من عنده هوايا غادي يعرف لا ديفيرونس بيناتكم نتوما بجوج وفي الاخر غادي يجي لعندك انت كما كيوقع مع بزاف ديال الشركات.
مفهوم. ف تكون عندك هوية بصرية، يكون عندك محتوى، تخدم مع لي زانفلونسور فيما بين البانرز انت معاهم. بالنسبة للطريقة ديال الادز فيسبوك، في الاول كتلاق بهادو جوج ديال لي تيب ديال الادز، ما كيفرقوش بيناتهم الناس، البراند اورنس والريتش. الاول في الاول ملي كتكون انت يلاه كدير لونسمون البراند ديالك، سواء في فيسبوك او في اي منصة اخرى، ديما تبدا بالريتش. شنو الفرق ما بين الريتش وما بين البراند اورنس؟ في الريتش كتوصل لاكبر عدد ممكن ديال الناس، يعني اشخاص اللي كيشوفوك كثار بزاف. ملي كيكون عندك انت شي براند جديده، خاص الناس بزاف يعرفوها، دونك كنخدموا بالريتش. من بعد ملي كيوليو الناس تيعرفوا البراند ديالنا، كنوليو نخدموا البراند اورنس. البراند اورنس كتطلع الامبريشنز بزاف، لي زامبريسيون كيطلعوا لك بزاف، يعني كل شخص شحال كيشوف الادس ديالك بزاف ديال المرات. وفيما تيكون عندنا لونسمون ديال ان سيرفيس جديد ولا ان برودوي اللي هو ماشي من لو تيب ديال لي برودوي اللي تنبيعو، ديما تنديرو الريت. اون جينيرال كفكره عامه، ملي كنبغيو نخدمو شي حاجه اللي الناس ما مولفيناش علينا، اولا كنبغيو نديرو ان لونسمون جديد ديال البراند ديالنا، كنديروه بالريت. ملي الناس كيوليو عارفين، ديك الساعه البراند اورنس. البراند اورنس كا اوبجيكتيف ديال الفيسبوك، ماشي كترجمه. دونك هادشي اللي كاين، تلعب على الكاليتي، لي ديسكاونت للناس، لي كارت فيديليتي، هادشي كلشي راه تكرشو في الدورة، راه يمكن لك تدخل تشوفو. بابا شوفو نوتخ كيسيون. كيفاش ممكن نبدا التداول؟ انا عندي زيرو درهم بعد من التداول. التداول انا بعد ما عمرني قربت ليهم، تقدرش نقرب لي، لانه هذاك راه علم، علم وكيشدوكم بهذيك كيفاش تتعلم فرنسيه في 5 ايام، كيفاش تربح الفلوس فابور وكذا، راه باش كيشدوكم باش كطرحوا اصلا هذه لي كيسيون. سلام باش راسي خاسر، كنحسبو كنلقاو راسي خاسرين. هاد الناس اللي كيحسبو كيلقاو راسهم خاسرين، كيحسبو من بعد البيع ماشي من قبل البيع. وديما انت اللي كنتي كتحسب من بعد البيع غتلقى راسك خاسر، الا لا كانت ام زهرة، يعني زهراوية كتصدق لك. علاش؟ انا مثلا قبل ما نجي كنبيع واحد البرودوي، ماشي كنشوف هذاك البرودوي بشحال مشري وبشحال غيتباع، ولا ديفيرونس راه هو يعني لونطريمون سورسي واللي بقى راه ربح بالطريقه. لا، كنحملو كاع لي شارج اللي عندي، حتى انا كمبتدئ كيكون عندي غير برودوي واحد في الاول، هذاك البرودوي كنحملو كاع لي شارج اللي عندي. بزاف الناس كيجي كيحمل البرودوي كاع لي شارج اللي عنده، هنا كيوقعوا جوج ديال الاخطاء. اما مثلا هو البرودوي كيستحق انه يتباع ب 200 درهم، وهو ملي كيحملوا لي شارج كاملين كيطلع لي البرودوي ب 190 درهم، وتيقول بلاتي البرودوي راه ما يصلحش، راه غادي نبيعو ب 300 درهم، حتى انا ما خارج. هذا خطا. علاش؟ لان بنادم شكون انت اللي انا غنزيدك 100 درهم على البرودوي حيت انت ما خارج؟ دونك انا في الكوست ما خدمتش، انا في كنسمع السؤال ديال خويا ايوب، راه فيسبوك ما كيجيبش ليا، ما تيسرتش ليا الامور كذا. هنا اولا كيدير واحد الخطا، هو تيبيعو بحال ما هكايا، كيبيعو بديك 200 درهم، ولا جاهر وتور تيلعقها. هنا غادي تطرح سؤال، ولا كانت هذه غلطه وهذه غلطه، شنو الصحيح؟ الصحيح كاين جوج حوايج بالنسبه لي انا لحد علمي. اما داك البرودوي ما يصلحش انه يتباع في الانترنت، تنبعدو منه، تندوزو لبرودوي اخر. حنا خصنا نكونو حاطين معايير في الاول، ماشي اي برودوي استهوانا نجيو نخدمو به، هادي تاهي من الاخطاء. ديما حط معايير البرودوي، وهادشي راه ذكرتو في الدورة تقريبا الفيديو الثالث او كذا، معايير اختيار المنتج الرابح. ماشي كيف كنقول كاع، اول حاجه تحط معايير، ثاني حاجه اولا اما ما كتبيعش هاد البرودوي هذا كاع، يا اما كتدخلو في شي باك، اولا كتزيد عليه شي حاجه، اولا تكون خطير في الكوبي رايتين وفي اليوزر اكسبيرينس، وتحاول انك تابسيل ضروري، اولا الكروس سيل اللي هو الناس كيقولوا لي الابسيل. هاد المغالطات راه شرحتهم في الدور،
غادي تكون داير ليه شي برودوي اخر معاه اللي غادي تابسيلي به او لا ديروه هو في شي باك باش يلاه شي درك على شي. ابار سا حنا قبل ما نبداو كنديروا اوبجيكتيف، كنديروا اوبجيكتيف كاين بزاف ديال الطرق، يا اما كنقولوا احنا شحال غنانفيستيو ديال الادز مثلا، بغيتي تحسب السيمانه، بغيتي تحسب الشهر، بغيتي تحسب لاش ما بغيتي، ما نصحكش تحسب النهار. علاش؟ انا ممكن هاد النهار يكون مزيان غدا ما يكونش مزيان، وانت تحكم بواحد فيهم وفي جميع الاحوال انت متضرر. كدير اوبجيكتيف ديال السيمانه، مثلا انا في هاد السيمانه قادر انني انفيستي واحد 1000 درهم في الادز، هذيك 1000 درهم ديال الادز شحال خاصها تجيب ليا من كوموند باش نكون انا رابح. هنا كتحسب بعدد لي كوموند، كتحسب ليفري ماشي الكوست بير بيرتشيز طبعا، او لا كتحسب الشيفخ دافير شحال الشيفخ دافير اللي خصو يدخل ليا انا في هذه المده هذه باش تعرف واش تزيد واش تحبس واش توقف واش قربتي غير خصك تزيد اوبتيميزي ولا شنو دير. او لا كتحسب كدير واحد السيناريو ديال الكوست بشحال غيجيك والكونفيرميشن ريت والديليفري ريت. اون جينيرال تحسب غير بعدد لي كوموند، تقول انا هاد 1000 درهم اللي غادي انفيستي فهاد السيمانه هذه شحال غادي تجيب ليا في الاخر ديال السيمانه من كوموند. ديك الساعه شوف واش انت قريب غير كمل، حاول توبتيميزي شي حوايج، شوف الكرييتيفز اللي الناس تونجاجيو معاهم بزاف، حاول تزيد منهم تيغا. المهم هذا موضوع حتى هو اخر ديال شنو غادي دير، اما بان لك راسك بعيد حبس، ولكن ملي غدير هاد الطريقه كون اكيد اللي غتجيبها بالفصيله بالفصيله غادي تجيب الحساب ديالك. فالحساب ما كيكونش من بعد، خلاص الحساب تيكون قبل من بعد، غير كنشوفوا لوبجيكتيف واش وصلنا ليه ولا ما وصلناش ليه، ولا التارجت ديالنا واش وصلنا ليه ولا. نجاوب على واحد المهم استراتيجي ديال التيست، استراتيجي ديال التيست ما دويتش عليها، دويت غير على البادجيت والوقت. المهم نزيدو جوج ديال لي كيسيون عاد نحلو لي كومونتير للدراري. قال لك واحد استراتيجي التيست فيسبوك ادز، المهم فهمت هاد استراتيجي تيست. انا كيبان لي ان السؤال فيه الجواب، استراتيجي تيست هو اصلا سميتو تيست. دونك احسن تيست هو انك تيست اي حاجه ممكنه. حاجه مثلا مثلا تيست انا كرييتيفز باللغه العربيه والكرييتيفز بالفرنسي، تيست فيديو ونتيست تصويره، ومن غنسالي غنعطيكم واحد التجربه ديال واحد البرودوي دابا خدامين عليه شنو وقع لينا في التيست، وتجربه صراحه اللي زوينه ويعجبني انني نبارطاجيها معكم. قلنا العربيه تيست اللغات، تيست لو جونغ ديال الكرياتيف واش فيديو ولا كذا، تيست مثلا في الايج انك تخليه من 18 65 برود، وانك ديرو مثلا من العمر اللي بان لك انت مزيان. هذه شنو غادي تبدل؟ غتبدل انه فيسبوك ملي كتعطيه واحد لانترفال كبير تيقدر انه يخدم دغيا ويوبتيميزي دغيا، تخدم في بزاف الاحيان. والكرييتيفز كرييتيفز حتى مثلا ماشي غتخدم تصويره نشد ندير تصويره ونشد فيديو ونريح، لا عندي مثلا ان برودوي كوزميتيك وبغيت نتيستيه، غادي يجي واحد غادي يشد لي مثلا قال ايوب راه تيستيو التصاور، غادي يجي غيدير ليه التصويره ديال البرودوي محطوط ما خدمش الله يعاون. لا ماشي هذا هو التيست، هذا سميتو التخربيق عمي ما سميتوش التيست. التيست هو كنشوف مثلا هذاك البرودوي شنو هو، هذاك البرودوي واحد الماده التجميليه للوجه اللي سميتها اكس، هي لا باس ديالها. انا غادي نصور غادي نسوق البرودوي، كنقول غندير بزاف ديال التصاور بزاف ديال لي زونكل ملي غادي نصور، غادي نسوق البرودوي غير من لا ماتير بروميير ديالو او لا ماشي لا ماتير بروميير، ولكن لا باز اللي كاين فيه اللي دار عليه الفيلم غنشدها غندوي غير على المنافع ديالها، مثلا يا اما في التصويره وفوق منها الكوبي رايتين، يا اما في فيديو وحدها التصويره ديال البرودوي.
غادي ندوي مثلا من جانب ديال الخوف، ان مثلا نقدر نوصف الكوبي رايتين للدريه انه راه ممكن دابا انت ما مهتماش بهذا الموضوع، ولكن الى وصلتي، الى كان هادشي طبعا مثبت علميا، الى وصلتي لواحد 30 ولا 32 عام ما كيبقاش تعالج المشكل، يعني ديك الساعه البرودوي ديالنا حنا يعني كيدير لك الوقايه اكثر من انه كيدير لك العلاج. يعني غادي باذن الله يشافيك من دوك التجاعيد اللي فيك ولا اومون طون، راه غادي يخليك مزيان حتى لديك الوقيته اللي ما غيبقاش ينفعك فيها هو براسو بديك الوقيته. غادي ندير مثلا الصوره ديال شي واحد تيدير داك البرودوي مثلا، انا كنطلعو غير للنساء، غندير التصويره ديال وحده لان بنادم كيبغي يشوف البرودوي تيدار شي وحده مبتسمه تتا. المهم غادي نشوف بزاف ديال لي زونغل الفيديو حتى هو كذلك، ندوي من جميع الجوانب اللي ممكن ان نسوق منها. علاش زرب دغيا على هذا الموضوع؟ هذا مؤخرا كنت بارطاجيت معكم واحد الكامبين فيها خمسه ديال لي زاتسيت، هذوك الخمسه ديال لي زاتسيت سي بي او دايناميك كرييتيف، فيهم البليسمنت ريكومونديد اول، يعني برود بمعنى الكلمه. شنو درت فيهم هذا؟ شديت المنتج ودرت ليه 25 تصويره، 25 كل ادسيس فيها 5 تصاور، كل ادسيس فيها 5 تصاور، تصويره ما كتشبه لختها، تصويره ما كتشبه لختها، 25 تصويره، 24 تصويره ما خدماتش، تصويره وحده جات فيها 100% من لي كوموند تقريبا، كوموند وحده اللي جات من تصويره وحده، وهذيك التصويره مع ديك التصويره في نفس اليوتيوب. هاد البرودوي اللي انا كنبيعو فيه الالوان، هذاك اللون اللي ما تقريبا واحد نقول لكم 10% من الناس اللي كومونداوه مثلا عندي الصفر والاحمر والخضر، الخضر هو اقل لون كيتكونسوم، يعني 10% من الناس اللي كومونداو الخضر. الخضر من فيسبوك هو اللي يجيب 100% من المبيعات، انا ما عمر طاح ليا في بالي ان اللون اللي ما كيتشراش هو اللي كيجيب الناس، ولكن ملي جيت كنشوف في التصويره كيبان فيها لو برودوي بهذاك اللون دو فالور مع الخلفيه اللي وراه وكذا. ودابا غير تخيل معايا انت، انا متيستي اللوغاش، متيستي بلو جون ديال التصاور، يعني راه كنقول لك 25 تصويره وحده ما كتشبه لختها، كاين اللي كيكون بيناتهم واحد الشوي، راه غير حتى شنو خدمتك في فيسبوك الاولى هي تكون ستوب سكرولر، بنادم تيسكرولي بحال ما هكا غادي باغي يهبط لتحت، خاصك انت تشدو. بعض المرات البرودوي راه كندير ليه خلفيه بيضاء وخلفيه كريه شويه بعد على الابيض شوي على قبل الباك جراوند ديال فيسبوك، وكاينين دي تخيك وحدين اخرين. المهم باش انت كتحاول تشد الناس بالالوان ولا في التصويره، اما في الفيديو راه كدير ديك ستوب سكرولر 5 سكند الاولى كتكون ساهل. فتخيلوا معايا انني انا درت غير ديك 24 تصويره وما درتش هذيك التصويره رقم 25، راه الا ان شاء الله غنقول ان البرودوي ما خدامش. ففي التيست انت دير التيست هو 70% من الخدمه، يقول انا اللي ضربت التماره في التيست برودوي غيخدم صحه منه الا ان شاء الله، او لا غنتاكد منه ما خدامش. دونك لا كانت شي استراتيجي ديال التيست مزيانه راه هي بهذا. ممكن انه نقول لك تيست بالسي بي او بالاي بي او وبالباور 5 وبلا بيها ما خدامش، داكشي حاليا ما خدامش. قراو دي زارتيكل على لي تيست اللي دارت فيسبوك مع الماركترز الكبار ومقارنه باور 5 ما تياكلوش معها، اصلا هي راه ماشين ليرنين دارتها فيسبوك باش تتبعهم شنو كيديروا. الماشين ليرنين راه كتبقى تطور راسها براسها، قلبوا على الماشين ليرنين. دونك التيست هو هذا بخلاصه، اي حاجه ممكن تيستها، كتعجبك ما كتعجبكش، زوينه ما زويناش، راه كيف ما قلت لكم انا داك اصلا داك اللون في داك البرودوي راه ما كيخرجش، وكنا قلنا ما غنطلقوش بيه الادس من الاول كاع، ومع ذلك قلت لانني كنامن بهاد القضيه هذه، غير ما تعرف فينا هي اللي مزيان. اخر سؤال قال لك واش المايند سيت في البيزنس؟
كتنجح البيزنس اكثر من الفلوس والحوايج الاخر. قد لاك با ايو الله يحفظك يا اخي. صراحه سؤال واعر بزاف، واصلا الانسان اللي مسول هذا السؤال انت تستافد منه بزاف، غير جو بونس ما بغيتش نذكر سميتو. المايند سيت، واش كتنجح البيزنس؟ طبعا هادشي باذن الله، اولا الفلوس حوايج اخرين. صراحه ملي شفت هذا السؤال هذا ربين الجواب هو اه، ولكن فكرت كيفاش فادي نقدر نوصلوا لك انت المشاهدين نوصلوا لك انت المشاهد بطريقه مزيانه اللي غادي تقدر تستوعبها. فكان خاصني مثال، لان الانسان كيفهم بالمثال. شفت المهم انا اصلا كنبقى مريح مع راسي مره تبقى نتامل في الناس كيفاش تيفكروا وكذا، وفين كاين الخلل وكذا. غندوي على واحد الخلل كاين في المايند سيت، واللي كنت كندوي عليه بزاف د المرات مؤخرا، و تيسولوني الدراري تيقول لي شنو كتقصد به. واحد الكلمه اللي كنقولها ديما هي فيسبوك ماشي هو السر، و تيجي شحال واحد تيقول لي كيفاش فيسبوك ماشي هو السر. وخير دليل على ان هذا خلل خالي بيت الناس اللي كيسولوا دابا استراتيجي ديال براندين فيسبوك، كيفاش ندير كذا الفيسبوك، كيفاش نتيستي فيسبوك، كانه هو اللي كاين. ما علينا، سورة ملي كنوقعوا في مشاكل راه كلشي دابا الا من رحم الله. دابا بنادم اللي كيبغي يدخل للايكوميرس، ولا غالبيه الدراري اللي خدامين في الايكوميرس كيمشيو كيقراو على فيسبوك، هو راه داخل كتقول لي شنو خدام، كيقول لك الايكوميرس يعني شنو؟ التجارة الإلكترونية، التجارة الإلكترونية، التجارة. ملي كتسول شنو ملي كيمشي هو كيتعلم، شنو كيتعلم؟ كيتعلم فيسبوك أدز، لوكا لايك أودينس، كاستم أودينس، باج فيو، هادي من هنا، هادي من لهي. ملي كيبغي يشري كورس كيشريه ديال فيسبوك أدز، سامر. ملي كيمشي للسوق كيبغي يتقدى، كيمشي اي برودوي لقاه قدامه كيشدو كيطبق عليه داكشي اللي قرا في فيسبوك. مثلا هذاك الفورماتور اللي دار ليه فورماسيون فيسبوك، او اللي شرا الفورماسيون ديالو، تيقول ليه مثلا غدير هادي، غتزيد عليها هادي، غدير هنا، غتجي لهنا، غدير هادي، غدير هاد لي موجي اللي هنا باش اتيري بنادم غادي يخدم البرودو. هو صافي كيشوف انه غيمشي غيجي برودوي غيدير لي هذاك الشيء صافي خصو يخدم. كيجي كيدير داك الشيء ما تيخدمش، تيقول لك فيسبوك ما داير معايا والو. شنو هو البرودوي اللي خدام عليه؟ الصنطه ديال الدهر، الصنطه ديال الدهر خدمنا لها في 2016، ولا راه درت التارغيتينغ ودرت انجيجد شوبرز ودرت كذا. اودي راه برودوي الناس ما باغينوش، ولو هو صاحبي راه درت فيه لوكاليك اودينس. يا ودي هذيك الله، هذيك الله يا سامير. واخا قبل ما يكون هاد التارغيت وكذا، وانك ممكن تسيب لي الناس، كيفاش كانوا خدامين الناس الوقت اللي كنا كنديروا، اللي كانوا كيديروا الاشهار غير في دوزام والرباط، كيشوفك اللي عنده 8 سنين واللي عنده 60 عام، اللي كيكمي واللي ما كيكميش، اللي قاري واللي ما قاريش، اللي خدام واللي ما خدامش. كيفاش الناس كتحقق ارباح ديك الساعه؟ ما كانش التارجت، ما كان لا لوكالايك لا بيكسل لا والو، ما كانش دير لي من حط لي مالي هنا. قبل من التلفازه في الراديو كان كيسمعوا الناس كيفاش كانوا كيبيعوا، ملي كان كيتحط غير بانرز في كيفاش كانوا كيبيعوا، كانوا كيبيعوا بالماركتينغ، وكانوا تيبيعوا بالبرودوي اللي ممكن يشريها اي واحد كبير صغير كذا، اولا اللي كانوا دي برودوي اللي هما نيت مثلا كيشريو واحد النوعيه معينه من الناس، كيجيبوا شي واحد واعر في الماركتينغ تيدير لهم شي ماركتينغ، شي براند ستوري خطيره ولا شي حاجه باش يبيعوا بها. دونك اكبر خلل عندنا في العقليه عند الناس ديال الايكوميرس هو كيبان لهم فيسبوك هو كلشي. فيسبوك انا خدمته كالتالي بحق ها هذه خدمته، بغيتي لا كيدوز عند واحد اخر، مفهوم؟ شنو علاقه المايند سيت بهادشي؟ المايند سيت اللي عنده مايند سيت عيانه كيبقى مريح ملي كيخدمش لي برودوي، كيبقى حاضر نفس النقطه. وقيلا البيكسل ما داش، ولكن اللي عنده مايند سيت مزيانه غادي يمشي يقلب على برودوي. باش كتبدا
من هنا جالس انا راه كيف ما قلت عليكم شكون فيكم هنايا فكر عمرو يبيع الكراسه في الانترنت لمجرد انه هو احتاج كرسي وقال راه كيف ما انا احتاجيته ممكن الناس اخرين يحتاجوا مادام انها تجاره الكترونيه راه اي حاجه ممكن انني نتاجر فيها شكون اللي فيكم نهار احتاج السبوره قال هذا نيت زوين علاش ما نجربش نبيع السبورات علاش انت ديما عندك هذيك النمطيه علاش ديما انت كتدخل التليجرام كتشوف واحد اخر يجيب لك ساعه علاش ملي كتمشي كتشري برودوي من عند الجمال ما كتحاولش تنقص للجمال كتحاول تزيد على اللي غيشري علاش ما عمرك هنا فين كتدخل العقليه علاش ملي كيبان لك ان الكوست ديال فيسبوك ما بغاش يهبط في واحد البرودوي وانت غير واحد سته المدن اللي خدامين لك وعندك راس المال هنا انا فين واش المايند سيت اللي كتربح باذن الله ولا الفلوس انت عندك الفلوس وما عندكش المايند سيت والكوست ما بغاش يطلع يطيح لك مثلا انت الكوست ديالك 4 دولار بغيتي تهبطو غير 3 دولار غير دولار غير ربحك ما بغاش يهبط لك كتخليه وكتمشي الا كانت عندك مايند سيت زوينه عندك سبعة المدن خدامين عندك الفلوس كتشيبي ب 40 درهم غادي ما نقصش شيبي مع شركه غنولي شيبي مع ليفرر شحال هبط في الكوست هبط 2 دولار اكثر بالصرف هبط 20 درهم كنت نبغي نهبط 10 درهم في الكوست هبط يبقى الكوست علاش نبقى مرض معانا راسي يبقى كيف ما هو انا هبطت 20 درهم كنت مخدم معايا بنت اللي كتاخد 10 دراهم في لا كونفيرماسيون ولات كتجيب لي واحد 1000 كوموند في الشهر 1000 كوموند في الشهر ماشي شي حاجه 33 كوموند في النهار صافي هاد الدري خصو يدو السالار نهبط ليه شارج ونخلي الكوست ما عنديش معاه مشكل واش انا بزنس مان ومبرز راسي مع كوست ديال فيسبوك في الاول من خسر نختار برودوي اللي كيتحمل كوست ديال فيسبوك الاعلى ما يمكن يكون كيتحمل نيت ملي كنبغي ندير برودكت ريسيرش هنا عاوتاني كتدخل المايند سيت هاي عندك تول شاريها بالفلوس ما تنفعك بوالو علاش ان انت كتمشي ملي كتبغي دير برودكت ريسيرش كتمشي تسباي على واحد دير واحد البرودوي اللي 10000 واحد في المغرب ديالهم بحال انت ملي كتبغي تدير برودكت ريسيرش كتقلب على برودكت ما كتقلبش على مشكل شكون فيكم هنا عمرو فكر في المشاكل اللي كاينه عند الناس وحاول يترجمهم للمنتجات شكون غالبا كتمشي تشوف واحد المنتج اللي ديجا خدام عليه واحد اخر صافي من بين الامور اللي كتخلي الناس يشريو منتجاتك هي فديك الشوفه الاولى كيديرها ما كيفهموها لك تبان لي شي فكره جديده شي حاجه زوينه اللي تقدر تعاون انت خدام على برودوي خدام عليه 20 واحد قبل منك هذيك الواو ما بقاتش عند الكلاينت اصلا باش غتشدو ولا غير فيديو صافي طلع في طونطون تهبط بالنسبه لي تيطلع لي برودوي ديما اللي كيتمشاو حتى عند دروب شيبرز كاع هما اللي كيكونوا يلاه طاري يلاه طاريين كيطلع معاهم دونك المايند سيت واحد الحاجه اللي هي مهمه بزاف الا ما كانش عندك المايند سيت ما غتفكرش انك واحد النهار الفورنيسور ديالك كدير عليه ضغط باش يولي يطلقك انا راه كنتقدم من عندك بزاف غنولي نخلصك على 30 يوم هاد 30 يوم عرفتي اش غدير لك انت في السيوله واخا عندك الفلوس فلوس على فلوس فهمتي فالبيزنس قائم انا في الاول جوج حوايج ما كانش كيبغوا يدخلوا لي الراس هي ما خدامش على قبل الفلوس تيقول بنادم وثاني حاجه تيقول لك ان 80% من البيزنس مايند سيت وغير 20% هي اللي خدمه واحد القصه غير دابا مصارت الاساسيه هنا علاش عطلني واحد الصديق اولا تعطلت معاه هي فين قلت لكم 15 دقيقه هذا الصديق هذا الله يبارك ليه بدا من الزيرو في واحد البيزنس بيزنس اللي اوفلاين ولكن بدا كيجيب دابا الكلاينت فيسبوك ادز فقط هاد الدري كيتسدوا لي لي كونط فيسبوك هاد الدري مريكريتي واحد الدري اللي حتى هو ما عنده مسكين والو دير ليه 600 درهم في الشهر على اساس انه غيطلق ليه الادز من الفيسبوك ديالو وغير يا خويا ايوب شنو بان لك شي نصيحه كيفاش غنطور البيزنس ديالي المهم جا عندي قلت ليه شوف غدير واحد جوج ثلاثه كذا 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 وصلت معاه لواحد النقطه ديال انه غيشري كونت فيسبوك باش لا نطور عليها لا قلت ليه هاد لو كونت فيسبوك كيديروا 800 درهم كيديروا 800 درهم وغادي يخدم لك باذن الله راه فيريفيك هذا كاين في ويب كايد راه غتخدم به باذن الله مزيان راه ما كيبيعوش
ما كيبيعوهمش، ولكن انا غندوي لك معاهم غيبيعوا. يعني باش حتى شي واحد ما يقول راه كي ماركيتي ليهم ولا شي حاجه، ما بقيناش باغيين نبيعوا مع بنادم، غنوليو نعزلو شكون بيعوا لي حيت كاين مشاكل مع الناس. كي راه ما غيبغيوش يبيعوا لك، ولكن غير قول لهم بالعربيه من طرف ايوب راه وغتصيفط لهم سكرين ديال الكونفرساسيون راه غاديين يبيعوا لك. ويسكت كلي الصراحة هو ايوب 800 درهم جاتني نقاصة. قلت لي دابا الداتا ديالك ما عندكش، هاد الدري كتعطيه 600 درهم، يعني في 10 شهور انت عاطيه 6000 درهم. الا خديتي كونت فيسبوك انت ماشي كيطلق لك من كونت فيسبوك ديالو بحال كريم عنده 600 درهم. قلت ليه نديرو حنا مستقصيك الاول والثاني والثالث و 3000 درهم عاد الاخر تكون من 3000 درهم تصدق لك، راه خلاص 3 شهور ديال الدري هذيك 3000 درهم. يعني انت نقصتي 3 شهور بحال 3 شهور ديال الدري عطيتيها لي بدقه على اساس انه غيبقى خدام معاك مدى الحياه. وقبل منها قال لي الصراحه راه بغيت زعما، قلت لي شوف انا غنعطيك نصائح ولكن اللي غيقدر يفيدك في هادشي اكثر هو اسماعيل بارح صاحبي، راه غيدير لك بزنس بلان، راه غيديروا لك يعني غيدير لك النظره ديال من هنا البراند ديالك لواحد الوقت، هو عنده اهليه وكل شيء، الخمس سنين غيدير لك بواحد 6000 درهم. سكت عاوتاني قال لي قاصحه بزاف، مع العلم ان الدري بدا من الزيرو دابا تقريبا عنده في راس ماله شي 100000 درهم. وممكن انه مثلا في الشهر الى ضرب بريكول واحد من داكشي اللي قام قال لي، قلت له انا عاود القصه ديالك وقال لي ما تسمي لا نيت لا والو ونيت بعيد على الاي كوميرس، الى ضرب بريكول واحد في الشهر تيخلي لي اكثر من 10000 درهم ربح. وجاتو 6000 درهم الفيجن ديال قلت لي هذاك البيزنس بلان اللي غيصايب لك اسماعيل الا كنتي انت باذن الله كدير واحد 40000 درهم ربح في الشهر، راه في البيزنس بلان غادي يشوف لك كيفاش انك غتقدر دير 100000 درهم في الشهر، شنو الحوايج اللي غادي يعاونك باش انك تسكيلي البيزنس ديالك. فها هو هذا عنده راس المال، هذا راس المال من هنا لقدام، هاد النيتش ديالو هو اصلا خايف من لا كونكورونس، من هنا لقدام غادي يبداو يكونكيرو فيه الناس، ممكن انا سيفر دافير ديالو يطيح غيبقى يخلص اللواي مثلا تيغا ولي سالاري غيلقى لنا ديك 100000 درهم هابطات فلوس ما نفعتو بوالو، وانما اللي كاين هنا. ما عرفتش واخا كان شي سؤال مهم كان خصني نجاوب عليه، كنت بارطاجيته غير طن 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 طن. المهم ما عرفتش باش ما يجيش اللايف طويل حيت كاين شي ناس ما كيتفرجوش دابا، غادي تا هو ندير ليه سيف. انا غنحل لي كومونتير اللي عندي شي سؤال ولا شي حاجه ما فهمتش. شكون اللي ما فهمش شي حاجه ولا عنده مازال شي كاس سيف سيف غنديرو لي سيف ان شاء الله. سيف اخي ايوب غنديرو لي سيف سيف ويلي اللهم بارك على الناس باغيين سيف يا اللايف داز زوين. تحية لأحسن ماركتر في العالم، الله يحفظك أخويا عبد الله. كيفاش نبدا بميتين درهم؟ سول الناس اللي بداو بها سيف أندر لي سيف كومون فير سيرش برودكت. ما عرفت الصراحة. تبارك الله عليك خويا أيوب جزاك الله وخير الجزاء. تبارك الله سي إسماعيل أيوب مول الملحة خويا أيوب واش نيت الملابس رجع لي خدام واي خدام. تبارك الله عليك أخي أيوب الله يحفظك أخي أيوب تبارك الله عليك. بغيت ندير أجونس ديجيتال سو أجونس ديجيتال غتشوف أفلاطون ميديا توفيق الدباب وإبراهيم قلا. هذاك السؤال اللي حطيت في ستوري غتجاوب عليه ما بقاش الوقت أعتذر، لكن شي حاجة اللي زعما تستافد منها غير بوحدك صيفطها ليا برايفت ونجاوبك. تبارك الله عليك الله يحفظك. واش تقدر تقاد اعلان في انستغرام وفيسبوك بنفس البراند وشكرا؟ وي ممكن اصلا هو تيكري لك الا ما كانش عندك كونت تيكري لك كونت باسم لاباج. تبارك الله عليك الله يبارك فيك. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته اخت مريم تحياتي بدون ملل معك والله الحمد لله هذا فضل من الله. الله يبارك لك اخي. كيفاش تسير العدد الكبير للمكالمات وما تنصح حتى شي واحد؟ ان شاء الله موضوع طويل. وايوب كذا الله يحفظك خويا لايف مبارك تبارك الله الحمد لله. فين حط الدوره ديالك في يوتيوب كيفاش جيري لي غين؟ عاود كتبها باللونجلي ولا بالعربيه اسمك فهمت فرنسي بزاف خوك.
دوي لينا على العقلية ديال الماركترز، عرفت عليك شكون دويلها الباكيجين اخويا ايوب. شوف تعجبني واحد الكتاب الصراحه اللي ما عمرني قريته ولكن سمع الملخص ديالو ديال جو جيرارد، هاو تو سيل اني ثينج تو ايفري ون، واعر كيف تبيع اي شخص اي شيء لاي شخص. اللهم بارك، كتاب واعر. الباكيجين اخويا ايوب دويت عليه في الدوره، اللي بغى بيزنس مانجر مفيريفي اي هاف نو ايديا حاليا، ما باغيش نعطي الايديا ماشي ما عارفاش اخويا. صراحه المغاربه مايند سيت تتبيع لي شي حاجه ما تعرفش تتعامل معها ترجع يقول لك فلوسي لي فانديني، وحنا اخويا مالنا. شكرا اخي ايوب على جمع المعلومات، مرحبا. والصناعة التقليدية كالفخر، وتشوف ما تقولش لي شي حاجه خدامه في الايكوم، واش كيشريوها الناس اصاحبي بلا انترنت؟ غير يشريوها في الواقع. انت شنو الفرق ما بين الانترنت والاخر في الكاشون ديليفري؟ كاشون ديليفري راه ماشي بيزنس اونلاين، باش تعرف واحد البارتي منه لي اونلاين. مادام ان الناس كيشريوه في الواقع اصاحبي، في عوض ما يكون عندك محل عندك باج فيسبوك وسيت ويب ديالك خدام بهم. النقطه نهايه كيفاش تعرف المنتج الخدام؟ جاوبت ما غندير سيف ونخلي اخي ايوب. انا كنقرا في الباك وبغيت نبدا التجاره الالكترونيه، هذا راه كيتسمى اخبار ماشي سؤال. مزيان اسيدي، دولينا على الاس ام ام سوشيال ميديا ماركتينغ اجنس. الاس ام ام ابراهيم قلابو اللي غيفيدكم وداك وتوفيق الدباب افلاطون ميديا اسماعيل بلحس. وحياك اخي اخي، كان داير معاك في الخفاء، اللهم بارك. صلى الله تبارك وتعالى يرزقنا تقواه ووفقنا الخير ويرزقنا الاخلاص. الكوميرس في اوروبا اي هاف نو ايديا. كيفيه اداره الارباح وراس المال؟ صراحه موضوع طويل، ولاني شوف اسماعيل بلحس ان شاء الله يجاوبك جواب مفيد. اخي ايوب سولتك في الاسئله وهنا في الكومنتار جاوبنا، الله يجزيك المكالمات بليز. ما عرفتش واش جاوبتك ولا لا، عجبتش هذا المكالمه. طريقه باش نحسب مصاريف المنتج كلها قبل وضع الثمن النهائي. هانت شوف اهم حاجه هي حملوا لي شارج كاملين شطهم كامل قسمهم عليه. ثاني حاجه توقع اكبر كوست بير بيرتشيز ممكن، يعني البريك ايفن ديالك في فيسبوك شحال هو خصو يوصل. ثالث حاجه ما تبيعش البروداكت باش مسلكك انت، بيعو باش كيستحق. واش باقي اي كوميرس خدام في المغرب؟ واش تنصح خوتك في الجزائر؟ الجزائر باقي واحد السوق فريش بزاف بزاف، خدم غير خدم. فين نلقاو معلومات اكثر على الاستيراد من الصين؟ او اخويا والله ما عنديش فكره. السلام اخي ايوب، في الاخير ربط الاسباب برب الاسباب. لا شك لا شك، ملي بغيت نجاوب على السؤال ديال المايند سيت شنو اللي اهم، هي ولا الفلوس؟ قلت هادشي لا شك بعد التوفيق الله عز وجل، او قلت باذن الله لا شك ان كلشي باذن الله. شحال اقل ثمن نبيع به؟ 30 درهم. دابا هذا السؤال شحال اقل ثمن نبيع به؟ وانا اللي كنت كنبيع برودوي اللي شاريه بجمله بألف درهم حاجه، واللي شاريه بجمله 30 درهم حاجه. شكرا لك بزاف. عندي تساؤل عفاك، وجد نظرك الشرعيه في التجاره في ايباي؟ هاد السؤال شفته شي ثلاثه المرات وما بغيتش نجاوب عليه، ودابا قريته قدام الناس باش نجاوبك انت ماشي نجاوب هاد السؤال. اصاحبي انا راه غير ملتحي، راه ماشي عالم. فرق اصاحبي، انما يسال العلماء. سول العالم غادي يجاوبك. بغيت ندير شركه ديال الشيبين باش تنصحني؟ ما نصحك الصراحه، ما عندي باش ننصحك والله. غير نصيحه واحده، ملي توصل لواحد النمبر ديال لي كليون ما تقدرش تجاري اكثر منه، وقف رضى بالارباح ديالك تما، فكر كيفاش غنسكيلي البزنس ديالي عاد كمل. اما باش انه تبقى تاخذ هاد لي كوموند فوق طاقتك راه مشكل. خويا شنو النصيحه لواحد باغي يبدا؟ بدا مبيعات في رمضان واش كطلع؟ نوعا ما صراحة نوعا ما أحسن ماركترز في العالم. الله يحفظك خويا ميري، ما جاوبتيش أخويا على الإيكوم باقي خدام في المغرب. واش غادي نجاوب أخويا؟ واش كنبغيك حنا كنبيعو بطاطا هنا؟ تبارك الله على السي أيوب، الله يبارك فيك خويا أيوب مرسيس.
صراحة ايوب مرسيس من الدراري اللي كيعجبوني بزاف في المغرب، من الهارد وركرز اللي كيعجبوني بزاف في المغرب، و عندهم مايند سيت زوينة. اللهم بارك. تسيير المكالمات الله يجازيك. تسيير المكالمات موضوع طويل. وباي ذا واي ميلود راه التخصص ديالو هذا، لانه راه هو اي كوميرسون، دوينا عليه شحال مرة، والتخصص ديالو تيم ديال الكول سنتر. خويا ممكن مجالس مزيانا نبرانديو فيهم من غير الكوسميتيك وداكشي دير بعمر، اي حاجة بانت لك قدامك ممكن تبراندي فيها. ديديكاس الله نطيح اللايف، ديديكاس لخويا ميلوت افضل ايوب في العالم، الله يحفظك يا خويا. المهم خوت، هنا سالات الحلقة اليوم، نراكم في الحلقة المقبلة ان شاء الله. ما تنساوش انه لو لايف باذن الله تعالى كيكون كل سبت. الجمعة كنحط لكم الكيو ان دي، تحطوا فيهم الكويشنز ديالكم، ونهار السبت تنجاوب عليهم. الله يسر الامور، واللي تفكرنا في ظهر الغيب شي دعوة ديال الخير، الله يجزيكم بخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.